السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم الدكتورة إسلام حمدان. محاضرة اليوم عن الـ Eating Disorder، Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa، بس في فترة البالغين. نحن الأسبوعين الماضيين كنا بنتكلم عن هاي الأمراض في عمر الأطفال، وهلا حنعمق في هاي الأمراض النفسية بس في مرحلة البالغين. مبدئيا حنبدأ يعني شوي شوي تاريخ نعرف عن الأنوريكسيا نيرفوسا والبوليميا، وبعدين حايش ندخل في الكريتيريا. A historical perspective. Anorexia nervosa. The history of anorexia nervosa begins with descriptions of religious fasting dating from the Hellenistic era and continuing into the medieval period. From the 5th to late 15th century, a number of well-known historical figures, including Catherine of Siena, a nun, and Mary Queen of Scots, are believed to have suffered from the condition. الأنوركسيا نيرفوسا مش مرض حديث، زي ما انتم شايفين هذا المرض كان في يعني إثباتات انه كان موجود من فترة قبل ميلاد سيدنا عيسى، يعني 300 سنة قبل ميلاده كان في حالات كانوا في اللي هي الهيلينستيك ايرا، كان هم بيستخدموا قلة الأكل أو كانوا يخففوا الأكل من مبدأ روحاني، عشان هيك بنقول religious fasting، كانوا يصوموا بس مش زي المسلمين، كانوا يصلوا لصيام إنه تقريبا عيشوا من الهواء، مثلا زي في ديانات البوذية إنه كل ما كان متدين أكثر الشخص في البوذية بياكل أقل، فبيصلوا لمرحلة أنوريكسيا شديدة سيفير. وكمان معروف إنه هو مرض الملكات، كثير من الملكات أصيبن بالأنوريكسيا لأنه هو بصير عندهم اللي هو اهتمام بزيادة بالشكل و الجسم. فتنتين من اللي معروفات في التاريخ انه كانوا عندهم انوريكسيا، تشخيص الانوريكسيا اللي هي الملكة سكوتس والراهبة كاثرين. بالنسبة للبوليميا، بوليميا نيرفوسا is not a new disorder. Romans were known to tickle their throats with feathers after each meal to induce vomiting, thus allowing them to return to gluttonous fasting. The Romans did so to enhance the enjoyment of a wider selection of palatable foods. In the 18th and 19th centuries, binge eating and vomiting was considered worthy of medical attention only if the overeating could be seen as a symptom of another disease. يعني البوليميا كمان لها تاريخ قديم مش مرض جديد، وهذا ممكن احنا نشوفه في عصر الرومان. كان فترتهم الروم كانوا ياكلوا كميات كبيرة جدا من الأكل ويتغدوا ويتعشوا كميات كبيرة، فكانوا ياكلوا بشكل مستمر، وعشان يستمروا بالأكل كانوا يراجعوا يستخدموا ريشة عشان يراجع بشكل إرادي ويستفرغ كل الأكل اللي أكله ويرجع ياكل كمان. فهذا كان أسلوب بيستخدموه كتير على أساس ياكلوا كميات وما يغيرش جسمهم، اللي هو احنا كمان هذا ممكن نشخصه كبوليميا. في 1700 و 1800 كانوا بيعتبروا
الاستفراغ كمضاعفة أو من يعني مرض تاني، فهو كان بس بيتعالج إذا كان سيمتوم من أي مرض تاني. سانت ميري ماجدالين ذا بيتسي اند سانت فيرونيكا جويلاني were both observed binge eating given in as they believed to the temptations of the devil. كمان في نقول في العالم الروحاني كمان كانوا بيستخدموه كبعاد نقول عن الشيطان، لأنه مثلا في الديانة المسيحية بيعتبروا زيادة الأكل إنك تأكل بزيادة عن حاجتك هذا كإشي حرام، فكأنه إيش يستفرغوا الأكل. Okay, so anorexia nervosa. What is anorexia nervosa? The word anorexia derived from the Greek means lack of appetite or avoidance and loathing of food. ماشي، الأنوركسيا هي جاي هاي الكلمة من الجريك ومعناها فقد الشهية أو ابتعاد عن تناول الأغذية. فبشكل عام الكل بنعرف ايش ما ايش هي الانوركسيا، بس كيف احنا بدنا نشخصها. فاحنا حطيت لكم الدياجنوستيك كريتيريا للدي اس ام 5 اللي هو كتاب لعلم النفس، مهم جدا. هاي امراض لازم نكون واعيين انه امراض نفسية كمان، فإله أخصائي النفسي إله دور كبير، وإحنا حنشتغل إيد بإيد مع الأخصائي النفسي. بينفعش في هيك أمراض بس تتعالج عند أخصائي التغذية، لأنه دور النفسي كبير جدا. فهذا الكتاب هو أخذنا منه الكريتيريا للأنوركسيا نيرفوسا والبوليميا، هو أفضل كتاب بشخص فيه هاي أمراض. فالديagnostic criteria هي restriction of energy intake relative to requirements leading to a significantly low body weight in the context of age, sex, developmental trajectory and physical health. يعني تناول طاقة أقل من حاجة جسمنا مشان يصير في عنا فقدان يعني ملحوظ في الوزن، وأقل من اللي احنا نظريا المفروض يكون وزنه حسب عمره الجنس وال يعني تطوره نموه وصحته الجسدية. Significantly low weight is defined as weight that is less than minimally normal for adults. يعني ايش هو low weight؟ ايش الوزن القليل؟ هذا هو بنعتبره وزنه قليل لما بيكون اقل من الطبيعي لوزن البالغ. يعني مثلا احنا بنعرف انه مثلا في راجل يكون وزن طوله 1.70 و طوله 1.70 وعمره 35 مثلا، مفروض يكون وزنه بالسبعينات. فإذا مثلا وزنه بالخمسينات زي هيك هذا بنعتبره low weight. Intense fear of gaining weight or of becoming fat or persistent behavior that interferes with weight gain even though a significantly low weight. يعني خوف شديد لاكتساب الوزن او يكون او يصير سمين، وسلوك مستمر في عشان يفقد الوزن، أساليب مستمرة بيستخدمها على أساس يفقد وزن حتى لو هو أصلا وزنه قليل، بيستخدم هاي الأساليب وبيضل عنده خوف. يعني هو فعلا ضعيف لكن
هو عنده خوف شديد لزيادة الوزن ويصير سمين، وكمان بيستخدم أساليب على أساس يفقد وزن. C. Disturbance in the way in which one's body weight or shape is experienced and with influence of body weight or shape on self-evaluation or persistent lack of recognition of the seriousness of the current low body weight. يعني عنده نظرة غير حقيقية لشكله ووزنه، فهو تقييمه بتأثر من شكله في تقييمه النفسي، وبيكون عنده مشكلة كبيرة لتقييم نفسه يعني بشكل واقعي. يعني هو لو شاف حاله على المراية هيشوف حاله ناصح، وهو فعليا ضعيف، لكن هو بيشوف حاله هيك، بصير عنده خلل في التقييم. هو ممكن يقيم كل الناس صح إلا نفسه، بيشوف نفسه في المراية أو بتخيلش نفسه بالصورة اللي هو فعلا فيها، فهو بيشوف حاله بشكل دقيق جدا مش كشخص كامل. فممكن يكون هو ضعيف لكن عنده مثلا شوية جلد بتعلق عند ايديه او عند رجليه، ويقول لك هاي كلها دهون وبدنا نخسها، فهاي مشكلة كبيرة. في أكتر يعني في نوعين من الأنوركسيا اللي عندنا، restricting type وال binge eating purging type. The restricting type during the last 3 months the individual has not engaged in recurrent episodes of binge eating or purging behavior. This subtype describes a presentation in which weight loss is accomplished primarily through dieting, fasting, or excessive exercise. في أول نوع من الأنوركسيا اللي هو بيركن على الرجيم والصيام وزيادة الحركة، وما بيستخدم اللي هو الاستفراغ ولا الأدوية اللاكسيتيفز ولا الديوريتكس، بس على قلة الأكل. فهذا خلال فترة 3 شهور، أقل من 3 شهور لسه ما بنعتبره أنوركسيا نيرفوسا، لكن بعد استمرار نفس الأسلوب لمدة 3 شهور أو أكثر هذا ممكن يتشخص ك restricting type of أنوركسيا نيرفوسا. والنوع الثاني during the last 3 months the individual has engaged in recurrent episodes of binge eating or purging behavior. يعني إنه في خلال آخر 3 شهور المريض استفرغ عمدا بشكل متعمد، أو استخدم اللاكسيتيف ديوريتكس أو رينيمس عشان يفضي. فهم بيستخدموا اليوريتكس وهذا عشان أساس يتخلصوا من السوائل، واللاكسيتيفز والإنيماس أساس لإخراج البراز، فباستخدامه كتير بيسبب مشاكل كتيرة. طبعا احنا ممكن حسب السيفيريتي نعمل كلاسيفيكيشن. طبعا مش كل الانوركسيا نيرفوسا نفس الدرجة، في درجات. فالـ minimum level of severity is based for adults and current body mass index. احنا هناخد كـ guide إلنا اللي هو الـ body mass index. The ranges below are derived from World Health Organization categories for thinness in adults. The level of severity may be increased to reflect clinical symptoms, the degree of functional disability, and the need for supervision. كل ما زدنا في الدرجة كل ما المريض هيحتاج عناية أكبر وحيكون عنده أعراض أكتر. فعندنا أول درجة اللي هي المايلد، لما بيكون البي ام اي تاعه فوق 17. المودريت لما البي ام اي بيكون ما بين 16 و17. السيفير لما بيكون ما بين 15 و16. والإكستريم
الإنسان اللي البي ام اي تاعه تحت ال 15 كيلوغرام متر. ف مهم جدا انه احنا نعمل البي ام اي. زي ما انتم بتعرفوا اكيد البي ام اي عبارة عن اللي هو ديفيشن بين الكيلوغرام والمتر، يعني هي العلاقة ما بين الوزن والطول. فالريكفري ستاتوس احنا مهم جدا لما بيبدأ في التزام في التريتمنت، وبدنا نقيم في اي مرحلة صرنا من العلاج. ففي مرحلتين: in partial remission, in full remission. In partial remission after full criteria for anorexia nervosa were previously met. Criterion A, low body weight, has not been met for a sustained period, but either criterion B, intense fear of gaining weight or becoming fat or behavior that interferes with weight gain, or criterion C, disturbance in self-perception of weight and shape, is still met. يعني في هاي المرحلة احنا تخلصنا من الوزن الضعيف جدا، فوصلنا المريض لوزن يعني تقريبا مناسب، فاكتسب وزن. لا يعني فالكريتيريا اللي هو الايه تخلصنا منه للانوركسيا نيرفيوسا، لكن ممكن يكون الكريتيريا بي اور سي لسه موجود. يعني البي اللي هو كان عنده خوف شديد لزيادة الوزن اللي يكون لسه موجود عند المريض، او السي اللي هو ما عندوش لسه وعي عن شكل جسمه أو فعلا حجم جسمه. In full remission after full criteria for anorexia nervosa were previously met, none of the criteria have met for a sustained period of time. بعد طبعا ال full remission يعني ال full recovery، إنه طبعا في الفترة الأولى، المرحلة الأولى كان عنده كل أعراض الأنوركسيا نيرفيوسا، لكن بعد فترة من الزمن بطل يكون بطل عنده ولا يعني ولا أعراض من الأعراض بتاعت الأنوركسيا نيرفيوسا. يعني معناته وزنه مناسب، بطل يخاف من زيادة الوزن، وممكن يشوف فعلا كإيش وزنه وإيش شكله. The prevalence, the 12-month prevalence of anorexia nervosa among young females is approximately 0.4%. يعني المدة تقريبا ل 0.4% من الحالات، 12 شهر، يعني مدة سنة أقل ما فيها. Less is known about prevalence among males, but anorexia nervosa is far less common in males than in females, with clinical population generally reflecting approximately a 10 to 1 female to male ratio. طب طبعا المدة هي تقريبا قلنا 12 شهر اللي هي سنة. بنعرفش بالضبط قديش نسبة الرجال اللي بيعانوا من الأنوركسيا نيرفيوسا، لكن في رجال وشباب يعني خاصة بيعانوا من الأنوركسيا، لكن هو موجود أكتر في النساء. لا هذا مش معناته إنه نهمل الشباب اللي عندهم أعراض، لازم ينتبهوا، لكن إنه هو أكتر منشور بين البنات. النسبة 10 بنات لشاب هو تقريبا الراتيو، ف هنلاقي نسبة أعلى دائما في البنات. Development and course. Anorexia nervosa commonly begins during adolescence or young adulthood. مهم جدا ايش الكورس بتاع المرض. فالأنوركسيا نيرفوسا هتبدأ في عمر المراهقة وعمر الشباب البكير، يعني احنا بنقول عنه البالغ البكير اللي هو بيكون عمره 20 يعني إلى 25 سنة، هذا young adulthood. adulthood. ف
عمر المراهقة طبيعي جدا انه تطلع هاي قلة الثقة، لانه على الاخر هاي قلة الثقة بجسمي بشخصيتي، لانه في هاي الفترة هي بتصير اكبر فترة في التغيرات الجسدية خاصة للمرأة، فجسمها بتغير، بصير عندها نسبة دهون اعلى، جسمها بتقول بتدور، فبصير بتلاقي في عندها دهون اماكن ما كان عندها، فهذا التغيرات هو اللي حيسبب بعض الاسترس، وانه بعض البنات يعني يصير عندها هاي الاعراض او تفكر تعمل رجيم بعمر بكير، فانه يصير بعدين يتطور لأنوركسيا نيرفوسا. مهم جدا احنا نهتم في هدول المراهقين، لانه في هاي الفترة في بعضهم ما بده يكبر لانه بحس حاله غريب. It really begins before puberty or after age 14. برضه مش غريب نلاقيه قبل المراهقة وبعد عمر الـ40. يعني معنات الكلام إذا في عندنا حالة عندها أعراض شبيهة بالأنوركسيا نيرفوسا وعمرها 50 سنة، المفروض إحنا نحاول نشخصها منيح ونشوف إذا فعلا أنوركسيا نيرفوسا أم لا، لأنه ممكن يصير. وزي ما شفنا في المحاضرات السابقة، الأطفال قبل المراهقة كمان بصير ممكن يصابوا بأنوركسيا نيرفوسا. But cases of both early and late onset have been described، موجود في حالات. The onset of this disorder is often associated with a stressful life event such as leaving home for college. The cause and outcome of anorexia nervosa are highly variable. هذا ايش اللي هو ممكن يكون سبب من اسباب الانوركسيا نيرفوسا، اللي هي انه الشخص يعيش في حياة فيها توتر كتير، ستريس كتير، او في اشي حصل في حياته انه سبب له هذا الستريس. Younger individuals may manifest atypical features including denying fear of fat. يعني الأطفال ممكن ما يكونش عندهم خوف للدهون، يعني يكون أعراضهم إشي تاني. Other individuals more likely have a longer duration of illness and their clinical presentation may include more signs and symptoms of long-standing disorder. معناتها الكلام انه الحالات او الاشخاص اللي بيصيبوا في بانوركسيا نيرفوسا في عمر كبير حنتصعب في علاجهم، الكورس حيكون اطول للمرض، حيستمروا بالحالة يعني فترة أطول وحيبين عندهم أعراض أكثر. Clinicians should not exclude anorexia nervosa from the differential diagnosis solely on the basis of older age. مش المفروض الأخصائي التغذية أو أي أخصائي في الصحة يبعد تشخيص الأنوركسيا نيرفوسا لأنه قدامه إنسان كبير. زي ما قلنا بنرجع نذكر انه ممكن في عمر كبير يصير عنده هاي الاعراض. Many individuals have a period of change in eating behavior prior to full criteria for the disorder being met. يعني في كتير اشخاص انه قبل ما يدخل فترة الانوركسيا نيرفوسا بيكون اصلا هو عنده اسلوب مع الاكل او اسلوب غذائي سيء قبل ما يصل لدرجة الانوركسيا نيرفوسا. يعني ممكن كان بدأ يعمل دايت او بدأ يستفرغ، يعني بدأ في العادات هاي اللي ممكن تكون سلبية اللي تؤدي للانوركسيا نيرفوسا. Some individuals with anorexia nervosa recover fully after a single episode,
with some exhibiting a fluctuating pattern of weight gain followed by relapse, and others experiencing a chronic course over many years. ما فيش اشي محدد. في ناس انه بتشافوا من الانوريكسيا نيرفيوسا في مرحلة واحدة بس single episode، يعني مثلا بيدخلوا بس مرة واحدة المستشفى بتعالجوا وبيرجعوش يعانوا من الأنوركسيا نيرفيوسا، وفي اللي بيضلوا مستمر سنين طويلة، بيدخل وبيطلع بيدخل وبيطلع من البرامج الغذائية في المستشفى، فما فيش وقت محدد. Hospitalization may be required to restore weight and to address medical complications. طبعا المبيت في المستشفى ضروري في حالات الأنوركسيا نيرفوسا السبير والإكستريم، على أساس إحنا نرجع الوزن ونقدر نعالج كل المضاعفات الطبية. Most individuals with anorexia nervosa experience remissions with 5 years of presentation. Among individuals admitted to hospitals over remission rates may be lower. في ناس إنه بيتخلصوا من الأنوركسيا نيرفيوسا، لكن ممكن بعد 5 سنين يرجع يقع في نفس الأخطاء. فهذا مثل الدخان، هاي مش انه مثل الدخان هذا شبه، بس القصد انه ممكن في يكون في فترات كويسة جيدة تعالج وصار اموره تمام، لكن شغلة في حياته ترجع توديه لهي مرحلة الانوركسيا نيرفيوسا، يصير في اشي في حياته مثلا توفى قريب، امه، اخو، حدا، او صار ترك الشغل او طردوه او اشي، انه يأثر على نفسيته كتير ويرجع يصير في تراجع في حالته. The acute mortality rate for anorexia nervosa is approximately 5% per decade. This most commonly results from medical complication associated with the disorder itself or from suicide. يعني نسبة الوفاة هي 5% كل 10 سنين، و خلال 10 سنين، أكبر سبب في الموت هي الأعراض الجانبية لأنوركسيا النيرفيوسا، الأعراض الطبية الجانبية أو الانتحار. مهم جدا، إحنا بنرجع بنقول هذا مرض نفسي فلازم يتعالج كمرض نفسي. ففعلا ممكن المريض اللي احنا عم نتعالج يحاول الانتحار في هاي الحالات. Anorexia nervosa diagnostic markers. The following laboratory abnormalities may be observed in anorexia nervosa. Their presence may serve to increase diagnostic confidence. طبعا في عنا ممكن نعمل تحاليل تبين او تساعدنا في تشخيص الانوركسيا نيرفوسا غير الكريتيريا اللي قلنا عنها وشكل المريض وعاداته، احنا ممكن برضه في التحاليل نأكد في التشخيص. فعندنا الهيماتولوجي، ليوكوبينيا is common with the loss of all cell types but usually with apparent lymphocytosis. Mild anemia can occur as well as thrombocytopenia and rarely bleeding problems. يعني في الهيماتولوجي حتبين عندنا كتير شغلات، انه يكون عنده ليوكوبينيا، انه يصير في انه كان عندهم المريض عنده انيميا حتى لو بشكل متوسط، انه عنده مشاكل في سيولة الدم الى اخره. Serum chemistry, the dehydration may be reflected by an elevated blood urea nitrogen level. Hypercholesterolemia is common. Hepatic enzymes levels may be elevated. Hypomagnesemia, hypozinzemia, hypophosphatemia, and hypermyelasemia are occasionally observed. Self-induced vomiting may lead to metabolic alkalosis. Hypochloremia and hypokalemia, laxative abuse may cause a mild metabolic acidosis. طبعا في السيروم احنا
حيبين كتير شغلات معانا، ممكن نطلب اليوريا وليفل يبين إذا عندهم جفاف أم لا، الكوليسترول بيقول لك إنه في معظم الأوقات بيكون عالي، الإنزيم بتاعت الكبد كمان حتكون عالية، عندنا كل المينرالز حتكون واطية، ممكن يصير معاه ميتابوليك الكولوسيس وميتابوليك اسيدوسيس. بالنسبة للغدد اندوكرين، سيروم تيروكسين levels are usually in the low normal range. تيوثيرونين levels are decreased while reverse T3 levels are elevated. Females have low serum estrogen levels whereas males have low levels of serum testosterone. مهم جدا انه التي اربعة بتكون يا في الرينج الطبيعي او الواطي، والتي 3 بتكون واطية. والنساء مثلا الاستروجين تاع النساء بيكون بنسبة واطية، زي كمان التستوستيرون تاع الرجال، فهاي كمان في الهرمونات مهم جدا. الاندوكرين مهم جدا. الكتروكارديوغرافي سينوس برادكاردي is common and rarely arrhythmias are noted. Significant prolongation of the QTC interval is observed in some individuals. مهم جدا انه ممكن يصير عندنا براكيكارديا واريتمياس من الضعف، طبعا انه يصير دقات القلب كثير ابطأ. بون ماس low bone mineral density with specific areas of osteopenia or osteoporosis is often seen. The risk of fracture is significantly elevated. انه يصير في معاه هشاشة عظام من سوء التغذية. Electroencephalography diffuse abnormalities reflecting a metabolic encephalopathy may result from significant fluid and electrolyte disturbance. ممكن يكون في metabolic encephalopathy وفلويد عن الالكترولايت ديستوربانس، فمهم جدا برضو نعمل الالكترونكيفالوغرافي. أعراض تانية عن ال resting energy expenditure. There is often a significant reduction in resting energy expenditure. طبعا هو قاعد المريض أو هو نايم، ممكن نشوف إيش ال energy اللي هو بيحتاج، وش الطاقة اللي بيحتاج مشان يتنفس ويعيش، فرح نلاقيها انها reduced a lot، يعني انه واطية. Physical things and symptoms amenorrhea, constipation, abdominal pain, cold intolerance, lethargy, and excess energy, emaciation, hypotension, hypothermia, brachycardia, lanugo, peripheral edema, yellowing of the skin associated with hypercarotenemia. طبعا زي ما نقول في أعراض جسدية اللي هي فقدان دورة، إمساك، يصير في عندهم ألم في المعدة، ما يتحملوش البرد، الكسل، فقدان كثير ملحوظ للدهون والعضلات، الضغط الواطي، يكون عندهم هايبوثيرميا اللي هو فقدان في الحرارة، دقات القلب بطيئة، يطلع لهم شعر هيك خفيف، يصير عندهم انتفاخ في الأطراف، وإنه لون الجلد تكون على صفار. فهاي كلها وغيرها كمان أعراض جسدية ممكن تساعدنا في تشخيص الأناوركسيا نيرفوسا. ويعطيكم العافية، حنترك المحاضرة هان وحنكمل الأسبوع الجاية بالبوليميا نيرفوسا. مع السلامة، على خير.